بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له، فهذا سبب شرعي، وهو سؤال لله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله. لكن كلام اللي قبل هذا. أما المقام الثاني فإنه يقال: ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق، لكن الكلام في السؤال بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن الشيخ رحمه الله يتكلم عن سؤال الله بالمخلوق، سؤال الله بفلان أو بحق فلان، سؤال الله بحق فلان، وقال إن هذا يتضمن مقامين. المقام الأول أن يثبت أن لهذا المخلوق حقا على الله، والمقام الثاني إذا ثبت أن لهذا المخلوق حقا على الله فلا بد أن يثبت ما يدل على جواز السؤال به، على جواز السؤال به، أي سؤال الله بحق فلان. فإذا تحقق هذان المقامان فلا بأس بذلك. أما المقام الأول فليس للمخلوق حق على الخالق، بمعنى أن أحدا أوجب على الله حقا لخلقه، وإنما الله جل وعلا هو الذي أوجب ذلك على نفسه تفضلاً منه وإحساناً، كما قال جل وعلا: وكان حقاً علينا نصر المؤمنين. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذا أوجبه الله على نفسه تفضلاً منه وإحسانا، لا أن أحدا أوجب على الله حقا لخلقه. فإذا كان قصد السائل هذا فهذا يحتاج إلى دليل على أنه يجوز أن تسأل الله بحق فلان أو بصلاح فلان أو بجاه فلان. فإن مقام الدعاء توقيفي لأنه عبادة، لا بد من دليل يدل على جواز أن تسأل الله بحق فلان. وليس هناك دليل على ذلك، بل حق فلان وعمل فلان له، ليس لك فيه أي أثر، ليس لك فيه أي أثر. كيف تسأل الله بصلاح فلان أو عمل فلان وأنت ليس لك فيه عمل؟ صلاحه وعمله له، وهذا سبق. فإن قال: لا، أنا ما أسأل الله
لصلاح فلان أو حق، أنا أسأل الله بإيماني، بإيماني بالرسول صلى الله عليه وسلم، إيماني بالرسول واتباعي له، أو محبتي للصالحين، فيقال نعم هذا عمل، كونك تحب الرسول وتحب الصالحين هذا عملك، هذا عملك، فأنت تتوسل إلى الله بعملك. التوسل إلى الله بالأعمال مشروع، الأعمال الصالحة، ولكن ليس هذا هو غرضهم، ليس هذا هو غرض المتوسلين بالناس وبالصالحين والأولياء. غرضهم إما التوسل بذواتهم والإقسام بهم على الله، وإما التوسل بأعمالهم، وأعمالهم ليس للسائل فيها استحقاق، وإنما هي لهم، صلاحهم لهم، عملهم لهم، فبماذا تسأل الله عمل غيرك؟ ما هو بسائق. نعم. أما المقام الثاني فإنه يقال ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق، لكن الكلام في السؤال بذلك. نعم. فيقال إن كان الحق الذي سأل به سبباً لإجابة السؤال حسن السؤال به، كالحق الذي يجب لعابديه وسائله، وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان فأولئك إذا كان لهم عند الله حق ألا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سبباً لمطلوب هذا السائل. نعم، لأنه أجنبي منه، ليس له به علاقة. تسأل الله بأعمال الناس، اسأل الله بعملك أنت، توسل إلى الله بعملك أنت، لا تتوسل إليه بعمل فلان وعمل فلان، لأنك ليس لك بهذا علاقة، وليس هذا سبباً لإجابة الدعاء. نعم. فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره. الميكروفون ما هو اليوم، ما هو ما هو بسليم، صوته ما هو كالمعتاد. نعم. سكر الدرايش. فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان، من الإيمان والطاعة، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك. نعم. فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا نعم. وهذا عمله هو، أنت ليس لك به علاقة، تسأل الله به. نعم. وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك، فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. نعم، كون الله أكرم هذا الرسول أو هذا الولي وتفضل عليه هذا حق، لكن أنت ما علاقتك به؟ هذا عمله هو، والمشروع أن تتوسل بعملك أنت لا بعمل غيرك، لا بصلاح الصالحين وإيمان المؤمنين، إنما تسأل الله بصلاحك وبإيمانك وبعملك الصالح. نعم. فلا تتكل على أعمال غيرك، صلاح غيرك، لأن الله جل وعلا قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لماذا لا تصلح أنت وتحسن أعمالك وتخلص توحيدك تدعو الله بذلك؟ هذا هو الطريق الصحيح، هذا هو الطريق الصحيح، ولا تعتمد على صلاح فلان أو عمل فلان. نعم.
وإن قال السبب هو محبتي له. نعم هذا صحيح، إذا قال السبب محبتي له واتباعي له طاعتي للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عملك ما في شك، إن هذا عملك فلك أن تتوسل به، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار، فتبين أنك إنما تتوسل إلى الله بأعمالك وإيمانك واتباعك للرسول ومحبتك له ومحبتك لعباد الله الصالحين في الله عز وجل، هذه هي الأعمال التي يتوسل بها. نعم. وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له فهذا سبب شرعي. هذا سبب صحيح شرعي لأنه عملك، فأنت تتوسل إلى الله بعملك لا بعمل غيرك، لكن هم لا يريدون هذا، هم يريدون النوع الأول، يريدون النوع الأول وهو التوسل إلى الله بأعمال الغير صلاح الغير، أو أشد من ذلك توسلون إلى الله بالأشخاص فيقسمون على الله بخلقه، وهذا باطل. نعم هذا هو الذي عليه أكثر المخرفين. نعم. وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له فهذا سبب شرعي، وهو سؤال لله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله، لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. هذا نقره عليه، إذا قال هذا قصدي وهو حقيقي وموجود أنه يطيع الرسول ويتبع الرسول ويؤمن به ويحب الصالحين لله عز وجل، فهذا صحيح، هذا عمل صحيح نقره عليه، لأن هذا هو مقتضى الكتاب والسنة. ثم ذكر الشيخ المحبة، المحبة محبة الله جل وعلا هي أعظم أنواع العبادة، محبة الله هي أعظم أنواع العبادة، نوع عظيم من أنواع العبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمؤمنون محبتهم لله خالصة، وأما المشركون فإن محبتهم لله غير خالصة، فهم يحبون الله ويحبون معه غيره من الأصنام والأشجار والأحجار، فهي محبة شركية، محبة شركية، والعبادة إذا دخلها الشرك بطلت، فلا بد أن تكون محبة الله خالصة لا يحب معه أحدا، محبة العبادة، محبة العبادة التي هي نوع من أنواع العبادة. وكذلك إذا أحب الله فإنه يحب من يحبهم الله، يحب من يحبهم الله جل وعلا، وهي ما يسمى المحبة في الله، المحبة في الله، وهذا مقام عظيم، أن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. فالمحبة في الله والمتحابون في الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، هذا المحبة في الله مشروعة ومطلوبة، قال صلى الله عليه وسلم
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. المحبة في الله تأتي بعد محبة الله جل وعلا، وهي تابعة لمحبة الله. فأنت تحبه لا لدنيا ولا لطمع ولا لعصبية، وإنما تحبه لأن الله يحبه. فأنت تحب من يحبه الله سبحانه وتعالى، هذه المحبة في الله عز وجل. فالمحبة تكون لله عز وجل، محبة الله. والمحبة مع الله شرك، محبة مع الله شرك. والمحبة في الله هذه من حقوق التوحيد وحقوق الإيمان. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض بالمحبة والنصرة والتعاون على البر والتقوى، فيوالي بعضهم بعضا. فهذه المحبة محبة لله عز وجل، ومحبة مع الله، ومحبة في الله. أما المحبة محبة الله فهي أصل العبادة، وأما المحبة مع الله فهي شرك. وأما المحبة في الله فهي من حقوق التوحيد وحقوق الإيمان. نعم. لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. محبة لله عرفناها، تحب من تحب لأجل الله لا لأجل طمع دنيوي. أما المحبة مع الله هي محبة المشركين، المشركون يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره من الأصنام، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يسوونهم بالله في المحبة. هذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله، فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شركا يحبونهم كحب الله، فهم أنداد لله في المحبة وشركا له المحبة، وهذا الشرك الأكبر. ولولا أن المشركين يحبون أصنامهم ما عبدوها، ولذلك يقاتلون دونها ويبذلون دماءهم وأموالهم دون أصنامهم، يستميتون، فدل على أنهم يحبونها حبا شديدا والعياذ بالله. نعم. مثل ما ذكر الله عن بني إسرائيل، أشربوا في قلوبهم العجل، أحبوه والعياذ بالله محبة عبادة، فلم يستطيعوا التخلص من ذلك، بل إنهم استمروا على محبة العجل، أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. نعم. فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه. نعم. لأنها شرك، لأنها شرك، ومحبته لله لا تنفعه لأنها غير خالصة، كالعبادة إذا عبد الله وعبد معه غيره إن عبادته لله لا تنفعه لأنها خالطها الشرك فبطلت. وكونه يصلي ويصوم ويحج ويتصدق لكنه يدعو الأموات ويستغيث بالأضرحة، فهذا لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجه، لأنه أشرك بالله عز وجل فبطلت أعماله، بطلت أعماله والعياذ بالله. نعم. وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له، فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان،
أن كنا فيه حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، يكره الكفر مثل ما يكره أن يقذف في النار، فيعتبر الشرك أنه نار والعياذ بالله، يكره أنه يقع فيه كما يكره أنه يقع في النار. إذا بلغ هذه المرتبة هذا هو المؤمن. نعم. وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له، فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء، والفرق بين هذين من أعظم الأمور. نعم، الفرق بين المحبة الخالصة لله والمحبة المشتركة من أوضح الأمور. المحبة الله جل وعلا وحده هذه توحيد، محبة لله مع محبة غيره هذه شرك، بينهما بين التوحيد والشرك فرق عظيم. نعم. فإن قيل إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين، تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا أعظم الوسائل، وتارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره، فيحمل قول القائل أسألك بنبيك محمد على أنه أراد إني أسألك بإيماني به وبمحبتي وبمحبته، وأتوسل إليك بإيماني به وبمحبته ونحو ذلك. وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. قيل من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع، وإذا حمل نعم على نعم إذا كان هذا هو المقصود أنه يتوسل بالنبي بمعنى أنه يتوسل بإيمانه به واتباعه له ومحبته له، فهذا من أفضل الأعمال، هو توسل صحيح، توسل صحيح، لأنه من عملك، فأن تتوسل إلى الله بعملك الصالح وهو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه والإيمان به. نعم. قيل من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع. نعم، من أراد هذا المعنى فهو مصيب بذلك بلا نزاع بين أهل العلم. أما من أراد التوسل بذات الرسول فهذا من الإقسام على الله بمخلوق، هذا لا يجوز، لا يجوز الإقسام على المخلوق بالمخلوق، فكيف يجوز الإقسام على الله جل وعلا بالمخلوق؟ هذا أمر لا يجوز. فإذا كان قصده التوسل بذات الرسول فهذا لا يجوز بلا نزاع بين أهل العلم. أما إذا كان قصده من التوسل بالرسول توسل بطاعته واتباعه والإيمان به فهذا صحيح بلا نزاع. وكذلك إذا كان قصده من التوسل بالرسول أو بغيره توسل بعمل الغير فهذا أيضا لا يجوز، لأنه ليس لك فيه عمل وإنما هو عمل غيرك، كيف تتوسل إلى الله بعمل غيرك؟ نعم. وإذا حمل على هذا المعنى لكلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسنا، وحينئذ إذا توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو يريد هذا المعنى، يريد التوسل باتباعه والإيمان به وطاعته صلى الله عليه وسلم فهذا صحيح، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، لأنك تتوسل إلى الله بعملك لا بعمل غيرك،
نعم. وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع. نعم، لأنها لعملك، ولك أن تتوسل إلى الله بعملك، ومن أفضل الأعمال أو هو أصل الأعمال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه والإيمان به وطاعته. نعم. ولكن وهذا هو الذي يحمل عليه ما يروى عن الإمام أحمد من جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يراد به هذا المعنى، يراد به التوسل بطاعته واتباعه والإيمان به. نعم. ولكن كثير من العوام، أعد العبارة. يقول: قيل من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع، وإذا حمل على هذا المعنى بكلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف، كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره، أنهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فيحمل هذا على أنهم يتوسلون باتباعه والإيمان به وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينقطع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو مستمر إلى أن تقوم الساعة. وهذا الذي يحمل عليه ما يروى عن السلف وعن الإمام أحمد من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. نعم. كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره، كان هذا حسنا، وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع. نعم. ولكن كثير من العوام، انتبه للكن هذه وش بيأتي بعدها. نعم. ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، لا يريدون الطاعة والاتباع والإيمان بالرسول، وإنما يريدون التوسل الممنوع، وهذا لا يجوز، كالتوسل بدعاء الرسول بعد موته أو طلب الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم بعد موته، هذا إنما كان جائزا في حياته عليه الصلاة والسلام، أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بسقيا المطر وبحاجاتهم، فكيف يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه الاستغفار فيستغفر لهم عليه الصلاة والسلام، هذا مشروع في حياته صلى الله عليه وسلم، ما بعد موته فقد انقطع، وهذا هو ما يريده غالب الجهال، هم يتوسلون بالنبي يعني بدعائه، يريدون منه أنه يدعو لهم وهو ميت أو يستغفر لهم وهو ميت، وهذا ممنوع، لأن هذا انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، لا يريدون المعنى الصحيح. نعم. فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. نعم. ولهذا أنكر عليهم العلماء في طلبهم الدعاء من الرسول، طلبهم الاستغفار من الرسول، أنكر عليهم أهل العلم. نعم. فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر، وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا جائز بلا نزاع، ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريد بلا نزاع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يطلبون منه الدعاء، يطلبون منه الشفاعة، لأنه حي عليه الصلاة والسلام، والشفاعة معناها أنه يدعو لهم، فالشفاعة معناها الدعاء، أن الرسول يدعو لهم، إذا دعا لهم شفع لهم، الصلاة على الميت شفاعة لأنها دعاء له من المسلمين الذين يصلون عليه، شفاعة، شفاعة له عند الله بالدعاء، هذا لا بأس به من أن يكون حيا حاضرا تطلب منه أن يدعو الله لك، أن يستغفر لك، لا بأس به، وإن كان الأفضل أنك تستغني عن الناس، الأفضل أنك تستغني عن الناس، لكن هذا جائز. نعم.
وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته. هذا يوضحه قال عمر رضي الله عنه لما أجدبوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يستسقوا، قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس تدعو. فمراد عمر بالتوسل هو طلب الدعاء، طلب الدعاء. ولذلك عدل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن الرسول لا يطلب منه الدعاء بعد موته، عدل من الميت إلى الحي، عدل من الفاضل إلى المفضول إلى العباس، لأن الميت لا يطلب منه شيء، وإنما يطلب هذا من الحي الحاضر القادر على الدعاء. هذه لغة الصحابة في التوسل، طلب الدعاء، طلب الشفاعة بمعنى الدعاء أيضا، لأن الدعاء شفاعة لهم عند الله. نعم. وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا جائز بلا نزاع. ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ، لا يريدون هذا المعنى، يريدون المعنى الممنوع، التوسل بذات الشخص أو التوسل بدعائه وهو ميت، أو التوسل بصلاحه وعمله، وهذا أيضا لا دخل للإنسان فيه، عمله له. فهذه التوسلات كلها ممنوعة. نعم. فإن قيل التوسل بذاته، التوسل بدعائه واستغفاره، التوسل بعمله وصلاحه، كل هذه ممنوعة. نعم. فإن قيل فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم، قيل الرحم، نعم، يسأل بها، قال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها. والسؤال بالرحم أن تقول بقرابتي منك، بقرابتي منك يا فلان، أن تعينني، أن هذا أمر لا بأس به بين الناس، لا بأس به بين الناس، يا ابن عمي، يا أخي، يا خالي، يا جدي، يا فلان، أنا قريبك. نعم. فإن قيل تتوسل إليه بالقرابة. نعم. فإن قيل فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم، قيل أسألك بحق الرحم، الرحم لها حق بلا شك، والله جل وعلا جعل حق الرحم مع الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، هذا الرحم، وبذي القربى واليتامى والمساكين. نعم. قيل الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحم. نعم. كما قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أن تقطعوها، لأن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب. في قراءة لكنها شاذة: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي وتساءلون بالأرحام، لكن قراءة شاذة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. الشجنة العلاقة، هو الشجنة هي العلاقة، فهي علاقة بين الناس، وهي من الرحمن سبحانه وتعالى، بمعنى أنه هو الذي خلق الأرحام والقرابات وأوجب التواصل بها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم:
لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت. الحقوين تثنية حقو، وهو الخاصرة أو يعني من الإنسان، أو معقد الإزار من الإنسان، هذا بالنسبة للإنسان. أما الله جل وعلا فنحن نؤمن بما جاء من أوصافه، لكن لا نكيفها ونقيسها على الإنسان، هي كما يليق بالله سبحانه وتعالى، صفة ذاتية مثل الوجه واليد، لكنها لا تقاس بصفات المخلوقين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. يقول الله جل وعلا: أنا الرحمن، هذا من أسمائه سبحانه، ومن صفاته الرحمة، من صفاته الرحمة، فالرحمن اسمه والرحمة صفته سبحانه وتعالى. الرحم مشتقة من الرحمن، شققت اسمها من اسمي، لأنه يكون بين الأقارب تراحم، يكون بين الأقارب تراحم وتواصل فيما بينهم بموجب الرحم. نعم. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على علي. نعم. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخو علي بن أبي طالب الذي استشهد في وقعة مؤتة، استشهد في وقعة مؤتة رضي الله عنه، كان ابنه ابن جعفر يسأل عمه علي بن أبي طالب بحق الرحم، بحق أبيه جعفر، يسأل عمه بحق أبيه جعفر، فعلي رضي الله عنه يجيبه، فدل على أن السؤال بالرحم جائز، السؤال بالرحم جائز، بل هو لما للرحم من الحق والتعظيم والتوقير. نعم. وحق ذي الرحم باق بعد موته. نعم، حق ذي الرحم باق بعد موته، ولذلك جعفر مستشهد وميت، ولذلك ابنه يسأل بالرحم التي بينه وبين عمه علي بن أبي طالب، فالرحم لا تنقطع بالموت، وصلة الرحم ممتدة بعد الموت بالدعاء والصدقة والإحسان إلى أولاده وإلى من يتصلون بالميت، لا تنقطع بانقطاع القريب. نعم. وحق ذي الرحم باق بعد موته، كما في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدهما من بعدهما وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما. نعم، الرحم لا تنتهي بالموت، ولذلك لما سأل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبويه شيء بعد موتهما؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، بقي البر، باقي، لا ينقطع بموت الوالدين. وحق الوالدين معلوم أنه أعلى حقوق الأرحام، ويأتي بعد حق الله جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان إلى الوالدين لا ينقطع بالموت، تحسن إليهما وهما ميتان، ذلك بالدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما، ومحل الشاهد صلة الرحم التي تربطك بهما.
كإخوتك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك وأجدادك وجداتك. الرحم ترتبط بأحد أبويك، إما الأب وإما الأم. فالأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات ترتبطون بالأب، وأما الأخوال والخالات فهؤلاء يرتبطون والإخوة لأم أو ذا يرتبطون بالأم. نعم. وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. كذلك من بر الوالدين أنك تكرم أصدقاءهما، أنك تكرم أصدقاءهما ولو لم يكونوا أقارب، بل لأن والدك يحبهم في حياته، فأنت تحب من يحبه والدك، فهذا باق أيضا من بر الوالدين، يعني صلة الرحم المرتبطة بهما وصلة أيضا أهل ودهما من الأصدقاء. نعم. فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره. نعم. والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك يتضمن شيئين كما تقدم. نعم. ذكر ثبت عن أبي حنيفة أن رحمه الله أنه لا يسأل الله بمخلوق، لا يسأل بمخلوق، فهذا له معنى يبينه الشيخ، قد بينه فيما سبق. نعم. يتضمن شيئين كما تقدم: أحدهما الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، وهذا منهي عنه عند جماعة. الإقسام على الله، كأن تقول أسألك بفلان، أسألك بنبيك، أسألك بفلان وليك، الباء باء القسم، وهذا أمر لا يجوز. تقسم على الله بمخلوق، لا يجوز أن تقسم على المخلوق بالمخلوق، فكيف تقسم على الخالق جل وعلا بالمخلوق؟ هذا وجه من وجوه كون الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنكر سؤال الله بالمخلوق. نعم. أحدهما الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء كما تقدم، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء. لا يجوز الإقسام على الله بالمخلوق ولو كان هذا المخلوق معظما عند الله كالكعبة المشرفة، بيت الله عز وجل، وعرفة ومنى ومزدلفة والمشاعر، لا يجوز الإقسام على الله بمخلوق ولو كان هذا المخلوق له قدر ومكانة عند الله عز وجل، لا يجوز هذا. نعم. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسل كلهم لهم مقام عند الله ولهم جاه عند الله، لكن لا يجوز الإقسام على الله بهم. نعم. والثاني السؤال به، فهذا يجوزه طائفة من الناس. هذا كما سبق، السؤال بفلان إن كان قصده السؤال بعمله، بعمل فلان وصلاحه، هذا لا يجوز، وإن كان قصده محبته والإيمان به واتباعه إذا كان من الصالحين ومن الأتقياء، فهو يحبه بصلاحه ويقتدي به في صلاحه، فهذا عمل، هذا عمل الإنسان، يجوز أن يتوسل إلى الله به محبته لفلان واقتدائه بفلان. نعم. والثاني السؤال به، فهذا يجوزه طائفة من الناس، ونقل في ذلك آثار من بعض السلف، وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع. كون يوجد في كلام بعض الناس
هذا موجود، موجود في كلام كثير من الناس، ولكن الشان بالدليل يقول الشيخ لا دليل عليه، لم يثبت به دليل، كل ما روي فيه فهو ضعيف أو مكذوب. نعم. لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع، بل موضوع يعني مكذوب. نعم. وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة. نعم. إلا حديث الأعمى. حديث الأعمى، الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله له أن يرد عليه بصره، أن يرد عليه بصره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو الله أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم يرد عليه بصره. هذا أولا الحديث فيه مقال من ناحية السند، وثانيا الرجل إنما طلب من الرسول أن يدعو له، وطلب الدعاء من الحي سواء كان نبيا أو غيره مشروع، تطلب الدعاء من الحي أن يدعو الله لك برد بصرك أو قضاء حاجتك أو أن يرزقك الولد، أو هذا مشروع لا بأس به. وهذا الذي حصل من الأعمى، الرسول حي وطلب منه أن يدعو الله له أن يرد عليه بصره، فقولها استشفع إليك بنبيك يعني بدعائه، استشفع إليه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. أسألك وأتوجه إليك، ليس معناه يتوجه إليه بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي، وإنما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرد الله عليه بصره. والذي يفسر هذا هو أول الحديث، أن الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يرد عليه بصره، فالتوجه والشفاعة هي الدعاء. نعم. وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. هذا لأن الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. نعم. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم شفعه فيا، ولهذا رد يعني الله يقبل دعاء الرسول، شفعه فيا يعني يقبل دعاء نبيك فيا أن يرد علي بصري، والدعاء شفاعة. نعم. ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. أن الله استجاب دعاءه وحقق لهذا الأعمى ما طلب ورد الله عليه بصره. رد البصر معجزة، لا يقدر أحد على المعجزات إلا الله جل وعلا. نعم. ولهذا وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو توسل غيره من العميان الذين نعم خرج تخريج الحديث خرج عندك، يقول رواه الترمذي في الدعوات باب من أدعية الإجابة وابن ماجه، وهو حديث صحيح فقد صححه غير واحد من العلماء، وهذا في كتاب. نعم. الكتاب الآخر رفع صوتك صم. التخريج الآخر حفظك الله يقول أنا خبر فيه كلام لأهل العلم. نعم. نعم. إيه ما ذكر. نعم. كتاب الشيخ ربيع ما وجدت له تخريج، لكن التخريج في الحديث الآخر. نعم. أنا خبر لأهل العلم كلام في هذا الحديث. نعم. يقول
ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدعوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله. لو جاء أعمى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يشفع له برد أن يشفع له عند الله برد بصره لم يكن هذا جائزا ولا مشروعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يطلب منه الدعاء يوم أن كان حيا، يوم أن كان حيا يقدر على الدعاء، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يطلب منه شيء لا هو ولا غيره من الأموات. نعم. ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار. نعم. ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء معروف هذا، لما أرادوا الاستسقاء قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني بدعائه يوم أن كان حيا عليه الصلاة والسلام، وإننا نتوسل إليك بعم نبيك. ثم دعا العباس رضي الله عنه قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاب الله دعاءه، فدل على أن الدعاء إنما يطلب من الحي ولا يطلب من الميت ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يطلب الدعاء منه. لو كان هذا جائزا ما عدل عمر بحضرة المهاجرين والأنصار عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اعتادوا أنهم يطلبون منه الدعاء بالسقيا، لما عدل وأقره المهاجرون والأنصار إلا لأن الميت لا يطلب منه شيء. نعم. في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار وقوله: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته. لا السؤال بذاته، لو كان المقصود السؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فرق بين حياته وموته، وإنما المراد التوسل بدعائه وقد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا حصل عند معاوية رضي الله عنه في الشام، مثله مثل ما فعل عمر فعله معاوية رضي الله عنه في الشام. نعم. إذ لو كان هذا مشروعاً لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس، فيعدلون عن الفاضل إلى المفضول. نعم. وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم. نعم. وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقاً، فإن نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل أنهى من أسمعه يقول: اللهم إني أسألك بنبيك محمد خشية ألا يساء به الظن وخشية أن يقع في الشرك؟ نعم، لأن هذا مجمل، هذا الكلام مجمل، فلا لا بد أنه يبين له هذا الشيء، لا سيما وكثير ممن يقولون هذا الكلام يقصدون المعنى السيء لما نشأوا عليه من الخرافات والبدع، فلا بد من البيان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز لي أن أتوسل بمحبتي للعلماء؟ هذا عمل صالح، محبتك لأهل الخير وللعلماء هذا عمل صالح، لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا أحببت رجلا في الله فهل علي أن أخبره عن ذلك؟ نعم، ورد الحديث في أنك إذا أحببت أخا لك في الله أن تخبره بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل المحبة في الله هي الولاء والبغض في الله؟ هي الولاء والبغض في الله هو البراء؟
نعم نعم، الولاء والبراء، الحب والبغض بمعنى واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إهداء ثواب الطواف بالبيت الحرام هل ينتفع به الميت؟ يحتاج إلى دليل، والناس يفعلونه في المذهب أنه لا بأس به. يقولون أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حيا كان أو ميت نفعه ذلك، هذا في متن الزاد، لكن يحتاج إلى دليل أن الطواف يهدى. لكن المشروع بلا شك أنك تطوف وتدعو للميت، تطوف لنفسك وفي أثناء الطواف تدعو للميت وتستغفر له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز القسم بالقرآن باعتباره صفة من صفات الله؟ إذا قصدت بالقرآن كلام الله فلا شك، يعني هذا من صفاته، كلامه سبحانه من صفاته، فأنت تتوسل إلى الله بكلامه الذي هو القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من بر الوالدين أن يصل الرجل أصحاب والديه ولو كانوا من أهل المعاصي؟ نعم، مع المناصحة، ومن حق الوالدين عليك أنك تنصح هؤلاء، فمع المناصحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل ناشدتك الله والرحم؟ ما أدري، أنشدك بالله والرحم، الواو هذه ما تصلح، لو قال ثم بالرحم يمكن، أما الجمع بين الله وبين المخلوق بالواو يقتضي التشريك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أحب شخص ولدا له وهي المحبة الطبيعية، لكن أحبه محبة عظيمة حتى خشي أن يحبه كحبه لله، فهل هذا مما ينكر عليه؟ نعم، إذا قدم محبة الولد على محبة الله فهذا لا شك أنه، إن الله جل وعلا قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هذا تهديد، انتظروا ما يحل بكم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الشيخ رحمه الله إن كان الحق الذي سأل به سبباً لإجابة السؤال، إن كان الحق الذي سأل به سبباً لإجابة السؤال حسن السؤال به، يعني سبباً صحيحاً، قصده سبباً صحيحاً مشروعاً هو يحسن السؤال به. نعم. يقول كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه، فما المراد بالحق الذي يسأل العبد به ربه؟ الحق الذي أوجبه على نفسه، كما تكرر عليكم أن إذا سألت بحق فلان عليك، يعني أو بحق الصالحين عليك، حق السائلين، مراد بذلك أن الله وعد السائلين الحق الذي وعد الله به وهو الإجابة، فحق السائلين أن يجيبهم، وحق العاملين أن يثيبهم، وهذا لا شك أن الله هو الذي أوجبه على نفسه أن يجيب السائلين، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا هو الذي أوجبه على نفسه. نعم. فإذا سألت الله به فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين المحبة في الله ومحبة التشاكل والتصانع،
هل تدخل هذه المحبة في المحبة في الله؟ لا أدري عن التشاكل والتصالح، المحبة في الله والمحبة مع الله والمحبة لله، المحبة مع الله شرك، المحبة في الله والمحبة لله توحيد وطاعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما تحبه لأنه من شكلك أو من جنسك أو هذه ما هي محبة عبادة، هذه محبة طبيعية، محبة طبيعية ما تدخل في العبادة، مثل ما تحب زوجتك، تحب والديك، وتحب من أحسن إليك، هذه محبة طبيعية ما هي محبة عبادة. محبة العبادة هي المحبة التي معها ذل للمحبوب. قال الإمام ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، وهما قطبان. فالمحبة التي معها ذل للمحبوب هذه عبادة، وأما المحبة التي ليس معها ذل للمحبوب فهذه طبيعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف أصل رحمي في بنات عمي وبنات عماتي إذا كانوا ليسوا بمحارم، كيف أصلهم؟ تصلهم بالإحسان والسلام والسؤال عن أحوالهم ومساعدتهم إذا احتاجوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من الناس من يقول عندما يعمل عملا الذي علي قد عملته والباقي على الله، فهل في هذا محذور عقدي؟ لا، الذي يستطيع عملته هو السبب، وأما ترتب النتيجة فهي من الله سبحانه، فأنت عليك بذل السبب والتوفيق يكون على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول عند إرادته الاستدلال بحديث نبوي على حكم شرعي، يقول بحق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول كذا، فهل قوله صحيح؟ لا، هو صحيح، ولا قال هذا أحد من أهل العلم، يقولون كذا بدليل، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الحكم كذا بدليل قول الرسول أو بدليل قول الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف أجمع بين محبة الله بأن تكون خالصة له وحده وبين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي؟ نعم، محبة الرسول تابعة لمحبة الله عز وجل، تابعة الأصل محبة الله، ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل قول القائل أسألك بحق نبيك يكون له أربع حالات: إقسام على الله، أو بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بدعائه بعد موته، أو بذات النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذه الحالات صحيحة؟ نعم، إذا سأل بالنبي فإن كان يقصد بذات النبي فهذا لا يجوز لأنه إقسام على الله، أو بعمل النبي هذا لا يجوز أيضا لأنه ليس لك فيه استحقاق، أو بإيش؟ يقول بعمل النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك فيه استحقاق، هذا سؤال بعمل الغير. نعم. أو بدعائه بعد موته، بدعائه نعم، دعائه بعد موته لا ما يجوز، بعد موته لا يجوز. نعم. أو بذاته، هو بذاته هو الإقسام على الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من جوز إهداء ثواب الطواف، يقول إذا جاز إهداء ثواب الحج والعمرة كاملة جاز إهداء الجزء المستقل كالطواف، فهل قوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا قياس غير صحيح، هذا قياس غير صحيح. نعم، جاءت النيابة والإهداء الحج والعمرة للغير، لكن لم يأتي الطواف والسعي، ما التجزئة ما جاءت. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لأخوات من الرضاعة، ولكن منذ طفولتهم لا يخرجون للسلام علي ولا أقابلهم، ولكن أزور والدتهم التي تعتبر والدة لي من الرضاعة. سؤاله: هل أخواتي من الرضاعة
لهم حق في الصلة والزيارة، وإذا لم أزرهم فهل أكون قاطعا للرحم؟ لا، ما هو رحم، الرضاع ما هو برحم، ولا يترتب عليه صلة ولا أو وجوب نفقة، إنما يفيد المحرمية فقط، الرضاع يفيد المحرمية فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم لو سأل الإنسان الله سبحانه وتعالى بفضل القرآن الكريم أو عظمه أو بفضل إحدى سور القرآن، هل له ذلك؟ لا أعلم شيء من هذا، لكنه يسأل الله بالقرآن، هو يسأل الله بصفة من صفاته، يتوسل إليه بصفة من صفاته، أما بفضل القرآن أو بحق القرآن وما أشبه ذلك لا أعرف شيء من هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه المقولة صحيحة؟ لقد أشربت محبة هذا الشيخ، فهل في هذا شيء؟ لقد أشربت محبة هذا الشيخ. الشيخ؟ نعم. يقصد مبالغة. هذه مبالغة، أشربت هذه مبالغة، قل أحب هذا الشيخ إذا كان أنه من أهل الخير ومن أهل العلم والفضل، تقول أحبه، لا تقول أشربت، هذا تشبه بالذين أشربوا في قلوبهم العجل، هذه مبالغة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان مقصراً في صلة الرحم حيث يزور بعض أقربائه في السنة مرة وبعضهم في السنتين مرة، فهل يعتبر هذا من القطيعة؟ نقص، يعتبر نقص في الصلة، يعتبر نقصاً في الصلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السؤال بجاه فلان، هل يقال إنه بدعة أم يقال إنه وسيلة إلى الشرك؟ هو بدعة، السؤال بالجاه سواء جاه الرسول أو غيره بدعة، جاه الرسول، ما مع أن الرسول له جاه عند الله، لكن لا يجوز السؤال بجاه الرسول لأن هذا بدعة لم يرد. نعم. وأما حديث إذا سألتم الله، سيأتي في هذا الكتاب، إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عريض، هذا حديث مكذوب، مكذوب مخترع لا أصل له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول القائل أو هل يجوز هذا الدعاء وهو اللهم إني أسألك بحق إحسان هذه المرأة للمحتاجين أن تشفيها وترفع الضرر عنها، وأسألك بحق لا إله إلا الله أن تشفيها حيث إنها مريضة، فهل لي ذلك؟ اتركها الحق، ادعو الله أن يشفيها وأن يعافيها بدون تعليق بحق وحق، لأنك كأنك تحكم على الله بأن هذا الإنسان له حق على الله وأنت ما تدري. نعم. أنت جاهز من هالحين أن هذا له حق على الله، تلزم الله بذلك وأنت ما تعلم هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من رأيته يسجد لقبر فهل يطلق عليه بأنه مشرك أم لا بد من أن أقيم الحجة عليه، وما المراد بإقامة الحجة؟ إذا كان هذا الشخص الذي يسجد القبر منقطعا عن العالم الإسلامي، لم يصل إليه قرآن ولا سنة، فهذا يعتبر جاهلا، يعلم ويبين له تقام عليه الحجة. أما إذا كان يعيش بين المسلمين وفي بلاد المسلمين ويسمع القرآن، وربما أنه يحفظ القرآن بالقراءات العشر أيضا، ويسجد للقبر، هذا ما له عذر، هذا ليس له عذر، بلغه القرآن، الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يمكن معرفة أسماء الله وصفاته؟ هل هو بمجرد ذكرها في الكتاب والسنة أو لا بد من التصريح بأنها أسماء؟ وهل هناك كتب قد اعتنت بهذا النوع من التأليف؟ كتب التوحيد، كتب التوحيد فيها أسماء الله وصفاته، وأسماء الله لا تحصى، لا تحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسماء الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنها تؤخذ من القرآن، تؤخذ من السنة الصحيحة. نعم، يؤخذ الموجود، وإلا فيه أكثر من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من تونس يقول: هل من نصيحة لفضيلتكم للإخوة السنة في تونس؟ وما هو سبيل الثبات على المنهج الحق، منهج السلف الصالح؟ أرجو أن توجهونا. نوصي إخواننا في تونس وفي غيرها بتقوى الله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل له، وأن يتعلموا العلم النافع، أن يتعلموا ويحرصوا على تعلم العلم النافع من مصادره ومن أهله، أن يحرصوا على ذلك ولو بالهجرة والانتقال والرحلة لطلب العلم مهما أمكنهم ذلك. ثم نوصيهم بدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ونحذرهم من النزاع والاختلاف والتهاجر والتقاطع فيما بينهم، أن يتواصلوا ويتصالحوا ويتحابوا في الله عز وجل ويتوالوا في الله عز وجل، لأنهم إخوة، المؤمنون إخوة. وإذا وقع من أحد خطأ فيتفاهم على إصلاحه وعلى استدراكه بدون عداوة وبدون كلام جارح غير ذلك. نعم. وهذا سائل فضيلة الشيخ من بريطانيا يقول: إن زوجته تسأل فضيلتكم هل يجوز لها أن تدرس أو تدرس القرآن الكريم في مسجد لمبتدعة وصوفية، مع العلم أنها تشعر بزيادة الإيمان عند تدريسها للقرآن هناك؟ هي اللي تدرس ولا تدرس؟ لم تشكر يا شيخ. نعم، اقرأ، عيد السؤال. يقول: هل يجوز لها أن تدرس بدون أن تدرس القرآن الكريم في مسجد لمبتدعة وصوفية أو أحناف؟ ذكر، يقول أو أحناف. أحناف؟ نعم، أحناف مبتدعة وصوفية، هكذا قال. لأنها تشعر بزيادة الإيمان عند تدريسها للقرآن. نعم، تدريس القرآن دعوة إلى الله، وكونها تدعو المبتدعة والذين عندهم مخالفات تدرسهم القرآن وتدعوهم إلى الله وتفسر لهم القرآن وتوضح لهم، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ من تايلند يقول: بعض الأعمال الصالحة تأتي لنا فجأة ونقوم بها، ولكن يغيب عن بالنا احتساب الأجر فيها منذ البداية، فهل يكتب لنا أجرها أو لا بد من البداية، من عند البداية أن نقوم بذلك؟ لا شك أنه العمل الصالح يشترط له النية، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا عزبت عنك النية في أول العمل ثم تذكرتها واستحضرتها فإنه يكتب لك من العمل ما نويت، يكتب لك من العمل ما نويت وأخلصت النية فيه لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رأيت في بعض الأماكن التي تهتم بالآثار أصناماً قد وضعوها حتى يشاهدها الناس ويستمتع بها المهتمون بالآثار، ما حكم جعل هذه الأصنام ليراها الناس ويتفرجوا عليها، وما حكم الذهاب إلى مثل هذه الأماكن؟ النبي صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام التي على الكعبة وأحرقها عند باب المسجد، أمر بها فأخرجت وأحرقت، وأرسل إلى اللات والعزى ومنات من يهدمها ويتلفها. فالواجب إتلاف الأصنام وعدم الاحتفاظ بها، الواجب إتلافها وعدم الاحتفاظ بها. ولا يقال هذه آثار، هذه آثار شركية لا يجوز الاحتفاظ بها، لئلا تعود عبادتها من دون الله عز وجل.
فالواجب إتلافها وإبعادها عن المسلمين المتاحف وفي غيرها، هذا هو الواجب على المسلمين، ولا يجوز الذهاب لزيارتها والنظر فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها محتارة في أمر صلاتها وصيامها، حيث إنها استخدمت إبرة منع الحمل وسبب لها اضطراب في الدورة الشهرية، فتارة لا تأتيها العادة أشهر، وأحياناً يأتيها دم الحيض في غير عادتها المعروفة، فهل في هذه الحالة تعتمد في عادتها على لون الدم؟ فما كان أسود له رائحة يعتبر عادة، وما كان غير ذلك لا يعتبر، أم ماذا تفعل؟ وجهوها وفقكم الله. نعم، تعتمد على صفات الحيض، تعتمد على صفات الحيض، ما دام إن يحمل صفات الحيض من الثخونة والسواد والرائحة، ما هو بلازم تجتمع كل الصفات الثلاث. إذا كان منتناً فهو حيض، إذا كان ثخيناً أسود فهو حيض، لو صفة واحدة فتجلس وقت هذا الدم الذي المتميز، هذا يسمى التمييز، تجلسه، فإذا انتهى تغتسل وتصلي. إذا كان أنه ما له صفات الحيض، دم يجري، فإنها كما ذكر العلماء كما في الحديث أنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي. فالمرأة إما أن تجلس عادتها إذا كانت تحفظها، تجلس أيام عادتها إذا كانت تحفظها، فإن لم تحفظها فإنها تجلس الدم المتميز إذا كان يصلح للحيض، تجلس الدم المتميز، فإن عدم التمييز فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. هذا هو الذي تدور عليه الأحاديث في المستحاضة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.